تعالى تعالى نبتدي يا كابتن بعد اذنك بالاحدث اللي هو الترشيح اللي كلنا سعدنا بيه بالامس، ترشيح محمد الشناوي وبيتسو موسيماني لقوائم المرشحين لجائزه الافضل في 2021. كيف رايت هذا الامر؟ لا طبعا في منتهى السعاده طبعا. بالنسبه لمحمد الشناوي كحارس مرمى يعني عمل موسم كويس جدا مع النادي الاهلي وكاس العالم للانديه بشكل كويس، كانت برضو العالم كله شافها بشكل كبير. محمد الشناوي ماشي بخطوات ثابته بقى له فتره طويله وان شاء الله يمشي على المستوى ده، وانا شايف ان هو يستحق باذن الله ان هو يخش الترشيح. مجرد دخوله الترشيح يعني شايف ان هي حاجه جميله قوي طبعا. حتى لو قريب مجرد ان هو يخش طبعا مع حراس المرمى العالميين كورتوا و بالظبط ومعظم الحراس المتميزين ده طبعا يعني شايف ان هو شرف كبير لينا وحاجه كويسه طبعا للنادي الاهلي، وان شاء الله الشناوي دايما على مستواه المعهود وربنا طبعا يشفيه ونلاقيه قريب طبعا في المباراه باذن الله ان شاء الله. وبرده فكره البيتسو موسيماني، طب احنا زي الفل اهو، ده احنا عالميين بالمعنى الحرفي. لا مفيش شك طبعا، حاجه كويسه، حاجه جميله. مستر بيتسو طبعا مدرب كويس، مدرب متميز يعني عمل نتائج كويسه قوي مع النادي الاهلي الفترات اللي فاتت دي، وكفايه طبعا بطولتين افريقيا يعني شايف ان هو اجاد وانجز فيهم بشكل جيد، وشايف ان هو ماشي بخطوات ثابته. حتى بدايه الدوري السنه دي شايف برده ان يعني مباراه الاسماعيلي عمل حاجه كويس قوي تحسب له، هو فاجئ الكل بالظبط. عنصر المفاجاه يعني اللي عمله في التشكيل والتكتيك وطريقه اللعب فاجئ نادي الاسماعيلي، وبناء عليه عمل ماتش كويس قوي والفرقه اجادت وكانت ظهرت بمستوى هايل. نيجي لماتش البنك الاهلي، البنك الاهلي الناس متخيله ان يعني كانت الدنيا صعبه شويه، لا هو وضع طبيعي لان انت النادي الاهلي في المباراه دي يعني شايف ان كان خالد جلال يعني مدرب كويس، مدرب متميز طبعًا. عامل طبعا يعني عامل احتياطاته كويس قوي ولعب لا وتكتل دفاعي صعب الاختراق بالظبط، صعب الاختراق، لعب بثلاثه او يعني شبه الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، قفل على مفاتيح اللعب من الجنبين وتعامل مع المباراه بشكل جوائز كمدرب يعني بالنسبه للكابتن خالد جلال. بالنسبه لبيتسو موسيماني يعني كنت شايف ان الشوط الثاني كان ممكن يبقى بدري شويه تغييرات، والسنه دي برده جينا لحاجه كويسه قوي لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. السنه دي البنش بتاع النادي الاهلي او دكه الاحتياط ما يقلش بقى اللي بيلعبوا بمنتهى الامانه، بص لهم طبعا فريق موازي قاعده بره طبعا هيستغلها كويس الفترات القادمه، مجرد ان هو هيعمل التوازن ما بين ان انا اقناع اللعيب ان انت متواجد ليك دور كبير زي ما كان بيعمل مستر جوزيه بالظبط. لو وصل للتوليفه دي واقناع اللعيبه دي ان هي قاعده على البنش ان هي ليها دور كبير في الفترات القادمه مش بالضروره دلوقتي لان انت حضرتك امبارح مين قاعد على الدكه؟ قاعد حسين الشحات كهربا طبعا واحمد عبد القادر و لعيبه كلهم متميزين يعملوا الفرق وفعلا محمد شريف نزل، محمد شريف ونزل حسين الشحات كانت نقطه انطلاق بالنسبه للنادي الاهلي وفرقت كتير جدا، وقدر ان هو برده يبقى عنده مرونه تكتيكيه، غير طريقته الطريقه العاديه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها بقاله سنين 4-2-3-1 فرقت بشكل كبير. طبعا نيجي برده لنقطه فنيه مهمه قوي يعني اتمنى ان هو ياخد باله منها مستر بيسو اللي هي بتاعت مجدي قفشه. مجدي قفشه عنده مشكله كبيره لو لعب على اطراف الملعب. بدانا امبارح 3-4-3 يعني تقريبا مجدي قفشه طول ما هو بيميل ناحيه اليمين خطورته بتقل. مجدي قفشه التميز بتاعه كله في الجزئيه بتاعت قلب الملعب. بلاي ميكر طبعًا. متميز طبعا لو عنده كمان قدره على الاختراق مهما بالزبط. كان شكل التكتل الدفاعي اللي قصاده تمام بيبقى عنده حلول انما لما بيخرج على الجنب اليمين شايف ان هي بتبقى جزء كبير من قوته بيروح بالزبط. او بيتعمل عليه هولد تعالى نسميه بالظبط، وسهل ان انا يعني احيده او اجنبه في الجزئيه دي زي ما عمل امبارح عاصم صلاح لاعب نادي البنك الاهلي كان يعقوب ورد في الجنب ده قفلوا عليه بشكل كبير وقفلوا على محمد هاني فدي كانت برده سبب كبير من قله خطوره النادي الاهلي لما بدا ارجع لطريقتي العاديه واشتغل 4-2-3-1 ظهر خطوره النادي الاهلي. حسين الشحات فرق كتير جدا في الجنب اليمين، عمل جبهه كبيره جدا رائع كان مع بالظبط مع قله المخزون البدني بتاع فرقه البنك الاهلي فرق وظهر النادي الاهلي. ممكن يكون يعني اكيد حد زي يعني بيتسو موسيماني اكيد هو سيد العارفين بجوده اداء قفشه لما يكون متمركز في المكان الصح بالظبط. طب ليه ما بيخلوهوش يتمركز في المكان اللي هو فعلا مميز فيه في بعض الاحيان، مش بتكلم في المطلق بالظبط، يعني ايه اللي يخليني اغير بوزيشن بتاع لعيب انا عارف انه بيبقى مبدع في الحته دي كلها، ايه الظروف اللي تخليني اغير او اريلوكيت اللعيبه؟ خليني اقول لحضرتك حاجه، انا امبارح لو ما كان بيتسو موسيماني هلعب بنفس الشكل
ليه؟ انا اجدت ماتش الاسماعيلي وماشي بالطريقه دي كويس قوي، اللي هي طريقه 4-3-3 بنزول حمدي فتحي والجزئيه التكتيكيه اللي بيعملها، وان انا بحرر الاثنين الطرفين زي محمد هاني مثلا وعلي علي معلول. كانت فرقه كتير في مباراه الاسماعيلي لما فاجئنا بيها نادي الاسماعيلي، اجدنا وانجزنا وعملنا ماتش كويس وسكور كويس. فوضعي طبيعي بقى، كان شاف الماتش ده واستعد للقاء، استعد كويس طبعا. ما اقدرش اعمل مفاجات تانية بتبقى فيها صعوبه شويه، وخاصه انت النادي الاهلي اوراقه مكشوفه، لعيبته معروفه، قدراتها معروفه كويس قوي. نيجي مثلا الجزئيه دي، كنت لازم ابدا كده. انا مش نقد المستر بيتسو، لا، لو انا مكانه بقول لحضرتك كنت هلعب بنفس الشكل، لان انا كسبان مباراه كبيره قبليها. لما اجي بقى المرونه التكتيكيه اللي بقول عليها، هي اللي هي سيناريوهات المباراه اللي هي فترات المباريات او الفتره اللي في المباراه نفسها، ان انا غيرت وعملت تغييرات كويسه من البنش عندي، وبناء عليه غيرت الشكل بتاعي وغيرت في بعض وظائف اللعيبه. اديت بقى مجدي قفشه الجزئيه بتاعه ان انت بلاي ميكر عادي جدا، واثنين ديفندرين شغالين، حمدي فتحي رجع زي الاول طبيعته وعمرو السوليه، واشتغل مجدي قفشه بشكل كويس، وحسين الشحات عمل الجبهه اليمين بشكل جيد، فحسيت ان الملعب اتعدل الظبط يعني.